السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد مع سوا متعلم. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن كيفية الزواج بالنرويج وتثبيت الزواج رسميا. بالبداية بحب أطمنكم أنه تثبيت الزواج عملية كتير سهلة وما بتكلف شيء أبدا، فالموضوع بإذن الله كتير يسير. تثبيت الزواج ما له علاقة بشيء اسمه عقد زواج أو اللي بنقوله نحن كتاب الشيخ. فكتير اشخاص عم يسالوني انه كيف بدنا نثبت كتاب الشيخ، هذا الشيء ما له علاقه، كل شيء لحاله. انا الموضوع سهل، بالبدايه لازم انت تقدم طلب او شيء بيقولوا له اسمه بروفينج اتست. هلا الترجمه حرفيا ما بيترجم، هو بس عباره خلينا نقول عن موافقه مبدئيه من الدوله انه انت والانسان او الشخص اللي بدك ترتبط معه ممكن ترتبطوا ببعض قانونيا. يعني مثلا نفرض انه اللي بدك ترتبط معه او بدك ترتبطي معه تحت 18 او فوق 18، شيء يعني شيء من هذا القبيل. طيب اخواتي، هلا لما بكون تعبوا هذا الطلب رح يطلبوا منكم تذكروا اسم شاهدين. طبعا كمان ما في داعي يكونوا نفس الشاهدين اللي كانوا او نفس الشهود اللي كانوا لما عملتوا كتاب الشيخ. يعني مثل ما حكينا كتاب الشيخ ما له علاقه بتثبيت الزواج. فالمهم بهي النقطه بالذات انك تختار اثنين شهود بيكونوا ساكنين معك بنفس المدينة أو قرابة عليك، لأنه الخطوة الجاية رح تحتاجهم مثل ما رح نحكي هلا. هلا بعد ما عبينا الطلب وذكرنا اثنين شهود مثل ما حكينا يلي إنه يفضل يكونوا قرابة عليك ساكنين بنفس البلد، نفس هذا الطلب بس أنت تعمله على الأخير وتبعته بيروح منه نسخة للشخص الثاني. يعني إذا كان العريس هو اللي عم يعمل هذا الطلب فبيروح نسخة للعروس أو العكس. هون لازم هي كمان تسجل دخول. طبعا هذا الحكي ما حكينا بالبدايه، هو شيء على موقع الفولك ريجسترا او يعني بنقول نحن سكوتي توتن. هون بتجي نسخه للشخص الثاني، لازم يعمل له سيجنيرنج على النت، يعني بس موافقه، بس بسجل دخول وبيعمل موافقه. وهون بتجي المرحله الثالثه، رح يروح كمان نسخه من هذا الطلب للاشخاص الشهود اللي انت اخترتهم او ذكرتهم بالطلب. طبعا بالمناسبه الاشخاص اللي حتذكرهم بالطلب رح ينطلب منك تحط البرسون نمبر تبعهم، فلازم انت تكون اولريدي يعني جاي البرسون نمبر تبعهم مشان يروح الطلب لعنده. هلا يوم انت تعبيت الطلب بعته مثل ما قلنا رح تخبر هدول الشهود انه انت عملت الطلب مشان هن يروح يشيكوا عندهم على الصفحه تبعهم كمان بسكوتي توتن توتن ضمن خانه الفولجا ريجسترا. بفوتوا على الانبوكس يعني صفحه الوارد وبيشوفوا انه جايهم بيجيهم مثل اشعار انه من حقها انت كنت شاهد على هذا الشيء يلي يعني او كتبت كتاب بين فلان وفلانه، فهو بس عليه كمان يعمل شيء اسمه سيجنيرنج وهيك بتكون خلصت المرحله. طيب بعد ما هلا الشهود وافقوا على انه الشهود بشكل عملي وابسط، خلينا نشرح على ليش هن اللي حيوقعوا على هاي الورقه. هون رح تجيك الورقه يلي هي البروفينج اتست بعد شيء اسبوع او اسبوعين بكثير. طبعا هي ما بتجيك بالبوست، ورق كمان بدك ترجع تفوت على الموقع بتحمله، هو بيجي ملف بي دي اف بتحمله بتطبعه. بعد ما طبعته للبروفينج اتست هون بقى بتجي المرحله الاخيره واللي هي انك تودي هذا البروفينج اتست على جامع قريب على مدينتك، بيكون هو مفوض من الدوله انه يثبت عقود الزواج للاشخاص اللي عندهم ديانه مسلمه او اشخاص مسلمين. طيب هلا بعد ما اجى البروفينج اتست طبعته وعبيت المعلومات المذكوره فيه، هي طبعا نفس المعلومات اللي عبيتها اول مره، اسماء الشهود، رح تروح على هذا الجامع اللي قريب على مدينتك اللي مفوض بتقول له انه انا بدي اثبت عقد زواج. هون هن رح يطلبوا منك، نرجع ليش انه ضروري يكون الشهود ساكنين معك بنفس المدينه، رح يطلبوا يشوفوا الشهود اللي كانوا او يفترض انه كانوا معك اثناء العقد، بس مثل ما انه مو شرط يكونوا هن نفسهم اللي كانوا معك اثناء كتب كتاب الشيخ، لا عم نقصد الشهود يلي انت ذكرتهم بالبروفينج اتست. فالمهم هون رح يجوا هذول الشاهدين معك، بس رح يشوفون يعني بس هنا رح يتاكدوا انه من حق هذول هن المذكورين، بيطلعوا على هوياتهم وهون بياخذوا هاي الورقه وهن بيودوها للفولك ريجسترا. وتقريبا بعد حوالي اسبوع او اسبوعين كمان رح يجيك اشعار انه انت صرت هلا مسجل عند الدوله كمتزوج، او يعني شيء اللي بنقول له سيفيل ستاتوس او الحاله المدنيه صارت يفت يعني متزوج. هيك بكون عمليه تثبيت الزواج خلصت، وان شاء الله الف مبروك لكل اللي بدهم يتجوزوا والله يبعث للي بده حابين يتجوزوا. بتمنى لكم التوفيق جميعا،
ان شاء الله تكون عجبتكم الفقره او الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك وفعلوا زر الجرس مشان كل ما ينزل فيديو تكونوا من اول الناس يلي شافوا هذا الفيديو. شكرا كثير لكم.